رمضان كريم وحقق حلمك وحلم جديد عايزين نحققه النهارده ان شاء الله في رمضان. والنهارده الرساله جت لنا في حقق حلمك جت لنا من السيده ناديه عبد الغفار مقيمه 3 شارع المدينه المنوره الدور الرابع شقه 7 المهندسين. والحقيقه انا وقفت جدا عند الحلم بتاع الست ناديه لان حلمها حلم انساني جدا وبسيط جدا. الست ناديه نفسها انها تسافر السودان، ما عندهاش الامكانيه الماليه انها تسافر السودان عشان تشوف ابنها اللي عايش في السودان ما شافتهوش من 14 سنه. حلم انساني وراه قصه انسانيه، انا متاكد قصه جميله جدا. هنروح لها وهنزورها وربنا يقدرنا ان شاء الله ونقدر نحقق لها حلمها ان شاء الله باذن الله. اسمي نادية عبد الغفار، العنوان 3 شارع المدينة المنورة الدور الرابع شقة 7 المهندسين. أمنيتي إن أنا أشوف ابني، بقالي 14 سنة ما شفتوش. نفسي أسافر له السودان وعايزة تذكرة سفر وعلشان أشوفه. بقعد كتير كده أفكر وبتمنى إن أنا أشوفه تاني، وكل ما بيتقدم بيا العمر اكتر بخاف اموت قبل ما اشوفه. صباح الخير. ده نمره 3 المدينه المنوره. في حد اسمها مدام ناديه عبد الغفار ساكنه؟ لا. الدور الرابع؟ لا ما اعرفش بصراحه. في بواب في العماره هنا؟ في بواب العماره. فين الدوار؟ السلام عليكم يا عم عبد. صباح الخير. رمضان كريم. كل سنه طيب. هو الدور في هنا مدام ناديه عبد الغفار ساكنه؟ في الدور الرابع؟ طب ممكن تشغل اسانسير عشان تطلع؟ لا ما عندهاش اسانسير. ما عندهاش اسانسير؟ طيب شكرا. اطلع يا حمود.